إذا هذه تقريبا الجولة الثالثة اللي كيقوم بها الحزب يعني في مختلف الجهات والمحطة غابعة من يعني من الجولة الثالثة من بعد ما كنا في النضو وكنا بني ملال وكذلك في الدخلة. اليوم اجتماع هنا أولا ديال المكتب السياسي اللي كان في مدينة الصويغة اللي كان مناسبة يعني للتأكيد على سياسة القرب والإنصات ديال المواطنين. واليوم الحمد لله يعني جولة ميدانية أولا في مدينة الصويغة اللي هي مدينة كما شفتوا والحاضرين اللي كانوا معنا بأنها مدينة نظيفة منظمة جميلة يعني الحمد لله مستقرة فيها الأمن وفيها اللي سميتو حنا كان كل شيء كيتمسى يعني بكل أمان. وهذه هي بلادنا والحمد لله أنه كذلك في هذه المناطق القروية لابد من الاستماع لأن الناس عندهم مشاكل، مشاكل ديال المسالك الطرقية، المشاكل ديال الإنتاج، الناس بغاو يحسنوا الإنتاجية ديالهم، بغاو يحسنوا المضودية مثلا هنا في المنطقة بالزيت ديال أركان، فلابد من الاستماع ولابد من الإنصات باش إن شاء الله نحاولوا نجيبوا بعض الحلول للإخوان هما اللي حاضرين معنا. مكتب سياسي يعني طال يوم الأمس وكم شفتوا الكومينيكي اللي يعني اللي تكلمنا فيه واللي هو بالخصوص اللي كنقولوا بانه هاد الاشكاليه ديال هاد القانون ديال ليدوكاسيون راه هو جد مهم. وبالنسبه لنا لابد انه الفوق اللي خدات واحد لونجاجمون باش تمشي في واحد الطريق انه ما يمكنش يرجعوا له لانه ولاد هادو ولادنا وبلادنا وبغينا ولادنا يعني يحافظوا في القرية ديالهم على اللغه العربيه والامازيغيه، ولكن كذلك بغينا يكون عندهم انفتاح ويمشيوا في اللغات يعني التقنيه ويعني يمشيوا في المواد التقنيه والمواد اللي هي سيونتيفيك باش يقراوها بالمواد الاجنبيه، لان هذاك الشيء غادي يفتح اليوم افاق كبيره للمستقبل باش يقدروا يمشيوا للجامعات مغربيه وكذلك خارجيه يقدروا يلقاو الشغل اكثر واسهل مما الى ما عندوش هذوك اللغات وما عندوش هذاك التمكين. ف يعني ليغاليتي دي شونس بغات انه يعني خص ولادنا يكون عندهم الحظوظ كلنا سواسيه، ماشي كاين اللي قرا وكاين بواحد اللغه وكاين اللي ما يقراش بهذه اللغه. وحنا في الحزب ديالنا من نهار اللي بدينا يعني وقلناها في الدخله بان عندنا موقف يعني واضح، ونتمنى الله انه هذه الازمه اللي كاينه انه يعني جميع الفرق يعني اللي باقي ما دخلتش في هذا الاتجاه انه ان شاء الله نحاولوا نبنيوا شي حاجه لولادنا ولبلادنا ان شاء الله. اذا هذا اللقاء التواصلي في جامعه ايمين تليت يؤكد اراده الحزب في المضي قدما للامام في انتهاج سياسه القرب في مغرب العمق وفي الجهات التي تعاني خصاصا كبيرا في المجال الاجتماعي والاقتصادي. هي مناسبة لوزراء وقادة ورئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسي لمعاينة الصعوبات على الميدان ولفتح حوارات مباشرة مع المواطنات والمواطنين في القضايا التي تؤرقهم. فهناك الحوار حول الصحة، حول التعليم، حول المخطط الأخضر، حول أهمية التعاونيات اللي شفنا، وحول دور النساء في النهوض بالأسر. زيارات بطبيعة الحال مفيدة ومفيدة جدا لأنه الإنسان يعين حجم العجز وما ينتظرنا لمواجهة هذا العجز الاجتماعي والاقتصادي. ثم أيضا هي فرصة للتجمع الوطني للأحرار لفتح حوارات مع الناس وللتأكيد أن ما يقوله ليس مجرد شعارات بل هي سياسة يتم تدبيرها على الواقع بشكل فعلي وبشكل مباشر مع المواطنين وخاصة في العالم القروي.